طيب في الريمارك اللي عندكم في 1.5 آخر ريمارك هاي، شوفوا الريمارك هذا إثباته بسيط. يقول لي إذا أنا عندي الإكس ينتمي لمجموعة الأعداد النسبية، طبعا والإكس لا تساوي صفر، والواي ينتمي لمجموعة الأعداد الغير نسبية الكيو كومبلمنتي. طيب إذا التالي متحقق دائما، إذا جمعت الإكس هو عدد نسبي زاد الواي العدد الغير نسبي، أو أخذت الإكس عدد نسبي وطرحته من الواي العدد الغير نسبي، أو ضربت الإكس في الواي، أو قسمت الإكس على الواي، أوكي كل الكلام ذا لازم ينتمي لمجموعة إيش؟ الأعداد الغير نسبية. أوكي طيب نأخذ مثال، مثلا ناخذ x زائد y، خلينا نثبت ان الكلام ده صحيح. اوكي اكزامبل، يقول لك بروف خلاص، انه اذا كانت الاكس تنتمي للكيو والواي تنتمي للكيو كومبلمنت، بروف انه ايش اكس زائدا واي ينتمون الى مجموعة الاعداد الغير نسبية. طيب الحل بسيط جدا، نقول انسر او سوليوشن كالتالي، تفرض عددين، تقول لت اوكي الاكس تنتمي الى مجموعة الاعداد النسبية، طبعا الاكس لا تساوي صفر، اوكي. طيب هذا أول شيء، هو بيقول لك اثبت لي إنه كلام ده صحيح. إيش تسوي؟ العدد النسبي عبارة عن إيش؟ العدد النسبي عبارة عن يكتب على الشكل التالي A على B، صح؟ فأنت تقدر تقول بما إنه أليس تنتمي للعدد النسبية تكتب على صيغة M على N، صح؟ لأنه أي عدد في مجموعة الأعداد النسبية يكتب على صيغة A على B، الـ A integers والـ B integers. فأنا قلت إنه الإكس هذه تنتمي إلى مجموعة نسبية تكتب صيغة M على N، حيث أن الM والN تنتموا لمجموعة الأعداد الصحيحة، والN طبعا لا تساوي صفر. تبى تكتب برضو الM لا تساوي صفر، صح؟ حلو. طيب أمشي بالعكس الآن، أنت افرض بالcontradiction، افترض تقول suppose، ايش يعني بتمشي بالنقيض؟ يعني مو هو قال لك انه x زائد y تنتمي للمجموعة الاعداد الغير نسبية، انت افترض العكس، افترض انه اذا انت عندك عدد نسبي زائد ال y عدد غير نسبي، هذا الكلام ينتمو لمجموعة الاعداد ايش؟ النسبية. اوكي طيب تعال يلا ال x، يعني ما انا كلام ده ايش؟ يعني لما تجمع x زائد y الناتج يطلع عدد نسبي، عدد نسبي يكتب على صيغة A على B، واضح؟ أنا ترجمت الكلام ذا هنا، هذا فرض من عندي، مو جمعة من تم جمعة عدد نسبي، هذا فرض، هو فرض خاطئ، فأنت تبي تفرض إنه الكلام ذا غير صحيح. طيب الآن شيل X عوض مكانه بM على N، فتقول M على N زائد الY يساوي A على B، الإكس عدد نسبي، الواي عدد غير نسبي، ركزوا معايا. طيب الآن خلي الواي في طرف لحال، تقول واي تساوي، ودي الام على ان هناك، صار عندك A على B ناقص M على N، واحد مقام طرفين في وسطين، الواي يساوي، اضرب الA في الN، يطلع معاك AN ناقصا MB على المقام ضرب المقام بي ان. ركزوا معايا، اليس هذا عدد ينتمي لمجموعة الاعداد الصحيحة؟ وليس هذا عدد ينتمي لمجموعة الاعداد الصحيحة؟ وليس هذا عدد ينتمي لمجموعة الاعداد الصحيحة؟ صح ولا مو صح؟ لانه الا لانه الا والبي والام والان كلها اعداد تنتمي للعدد الصحيح لمجموعة الاعداد الصحيحة. يعني كان بقول لك 5 في 3، حط معك الجواب 15. طيب
أربعة في اثنين ثمانية. طيب لما أقسم عدد صحيح، يعني معنى آخر، هذا الناتج كامل في البسط يعطيك عدد صحيح، والمقام عدد صحيح. طيب معناته إيش؟ معناته الناتج كامل يعطيني على شكل عدد نسبي A على B، صح؟ معناته الناتج كامل يطلع ينتمي لمجموعة الأعداد النسبية كيو. طب السؤال، هل الكلام ده صحيح؟ هذا كلام خاطئ. ليش؟ لأنه أنا فارض يا جماعة، أنا الواي من السؤال قال لي، من السؤال قال لي إنه الواي ينتمي، أوكي؟ هنا ينتمي لمجموعة الأعداد الغير نسبية وليس أعداد نسبية. وأنا لما جيت فرض طلع الكلام ده إنه الواي ينتمي للأعداد النسبية، والكلام ده خاطئ. هذا النقيض، عكس النقيض، عكس الفرض، أو نقول مو عكس النقيض، عكس الفرض، عكس لما في السؤال قال لك الواي ينتمي لمجموعة الأعداد الغير نسبية كيو كومبليمنت. أنت كيف أنت كيف تثبت إنه، كيف أثبت إن تنتمي للأعداد النسبية؟ الكلام ده خاطئ، خلاص هذا كلام رونج. حتقول إذا which is contradiction. بس اذا معناته ايش؟ معناته اذا x زائد y تنتمي لمجموعة الاعداد الغير نسبية. واضح ان شاء الله؟ كيف ردت كيف طلع الجواب غطاء؟ هنا الواي مفروض ينتمي لمجموعة الاعداد الغير نسبية. انت لما جيت وحدت مقامات وكل شيء طلع معاك ينتمي للكيو، ذا كلام خاطئ، لانه في السؤال قال لك انه الواي ينتمي للاعداد الغير نسبيه وليس للاعداد الغير نسبيه. طالما فرضت ان معاك ينتمي للاعداد النسبيه فالكلام ده خاطئ، اذا هذا نقيض وست كونتراديكشن. اذا حتقول اذا سو اكس بلس واي ينتمون لمجموعه الاعداد الغير نسبيه، واضح؟ بس